هنا عملنا شارج تاع المكثف، نخرج من الموان تاع البطارية، نزه الموان تاع المكثف، والموجب تاع المكثف يرجع للموجب تاع البطارية. نعاود نخرجو خيط من سالب تاع الموان تاع المكثف، نهزو الموان تاع الثمام مشار البلوس البلوس. هنا لاحظتو شحال شحال باش نجي توا هنا نحي الكورون على المكثف ونلاحظو شنو يصير. بعد مدة زمنية معينة بعد في الليد طبعا باش نشارجي شارجي هكا شارجي هكا شارجي هكا. نجي هنا توا نحي الخيط نتاع الموا على المكثف بيه. خلنا نقلب الخيوط باش تشوفوا اوضح هكا هكا. نجي لهنا توا نحي نحى الشارج نتاعو نعاود نرجعو نشارجي المكثف نشارجي المكثف. بعد كيف كيف حتى كي نحي بلوس ميخلقش ما عاد في شارج يتفلد. نعاود نشارجيه مكثف كما تلاحظوا. نجي لهنا توا نحي بلوس يطفى